متوسط عمق البحر حوالي 4 كيلومتر، وإن انقاع المحيط مظلم إظلام لا يصله شيء من النور أبدا، وأن نور الشمس يشتت ويرد إلى خارج هذه الطبقة، ولم يكن العلماء يدركون من أمواج البحر إلا الأمواج السطحية. وفي سنة 1955 ميلادي اكتشف العلماء أن هناك أمواجا عميقة على عمق 1000 متر، وهذه الأمواج تفوق الأمواج السطحية بمئات المرات في طول الموجة وارتفاعها. وهذا الاكتشاف مثل ما أخبر عنه الله في هذه الآية، قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.